والله انا اقول ختموا الدخوليات، لا حد يجي بعدهم بس. انت شفتهم من البدايه؟ لا ما ادري. اي والله ما شاء الله عليكم ما شاء الله. اما عبد الله رزقي شوف طراها التجاره الالكترونيه، البدو ذولي ما اعتقد انهم راح يمشون في التجاره الالكترونيه. والله كفو لقوا سيارتهم. اه جيه والله يقول لك جبت غزا على الجراديه من الزراديه من وش الجراد الجراد والله والله يعني مبدع مدير والله. بس والله تاخروا عن لهم يومين الله اقدر يدورون بس والله انا مجاوب حاجه يعني من الاخير بس ما على قولتهم غياب غياب مؤثر فيه كذا. الله يبارك فيك. على حسب فاز فاز باذن استنى انت باذن عبد الله دارس عليهم ها عندنا محاضره باذن فاز خلاص اما عبد الله رزق يا تقومنا الصياح انا والله في حرب والله العظيم في حرب برا في حرب انا صحيح الصوت سمعت صوت بعير يشغر وعالم تصيح والله قلت في كارثه وانا البس ثوبي ويوم في نص الصاله وثوبي مقلوب وانا عود وانا عود البس مره ثانيه يوم العظيم يوم جيت البس انا اطيح لي اسعى قلت اخليه يقول كذا هاي شفت يوم لبسته وانا اصدم في الباب اي انا ساعات تقول بس ثوبي بدا ولد ولد الحليب صفع له يوم طلعت شو يوم طلعت اشوف الجعيدي فوق ركبي بغيت انزله واعطيه بالعصا يا مدونة اقدر اغسل وجهي والله والله اني اخترعت انا جاي اصحيكم لا الصوت برا ابن عم يا مطر العرب قدام هذا دوب صحانه حس في كارثه والله ما ادري عنهم انا صحيكم قبل يجون اسمع الصوت اول البستوب في نص الصاله الا مقلوب الا هذه وراء لا حول ولا قوه ليش يضحك من يا فهد فارع انت للربع يوم دخل رزقي قلت له انزين ديب ريال عرفت يوم قمت العم تعال مسكها جاء راعي السيف جاء هذا انا الثاني الباقي ها؟ لا والله قلت خذ مزح والله العظيم ابو علي نذر نفاصه ابو علي ابو علي بداوي عنده سوح